أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا حصولها على شهادة الاعتماد آيزو كأول شركة صناعية في البحرين والمنطقة تحصل على هذه الشهادة، ولتضاف إلى نظام إدارة الجودة بالشركة. نعم، ومنحت الشهادة من مؤسسة الاعتماد الدولية بيرو فيريتاس بعد عملية تدقيق رقابية لنظام إدارة العمليات الأمنية في كل من الموقع الرئيسي للشركة ومصنع التكليس والمرفأ البحري، إلى جانب مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي أن حصول الشركة على شهادة الاعتماد آيزو تجسد مبادئ الحوكمة الراسخة والقوية بالشركة، مما يمكنها من مواصلة الريادة في الصناعة، وهي دليل على الالتزام الثابت بتلبية المعايير الدولية في مختلف أوجه العمليات. هذا ويعد معيار آيزو أحد المعايير الدولية التي تحدد مستوى قدرة الشركات والمؤسسات على إدارة العمليات الأمنية الاحترافية، والتي تستوفي متطلبات العملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بالشركة، مع الالتزام بتطبيق المتطلبات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان.